الحمد لله سيدي، هذا كدوس اجواء جيده، يعني جميع اللاعبين عندهم واحد الرغبه وواحد العزيمه بان باش نحققوا شي ثلاث نقاط. دونك اننا لعبنا المباراه الاولى خارج الديار وتمكننا باش نجيبوا شي نقطه، يعني في الفريق اللي كيكون باغي ينافس على اللقب وينافس على المراكز الاولى يعني ما خصوش يضيع نقاط كثيره في الملعب ديالو. يعني ان شاء الله حنا كلاعبين واعيين المسؤوليه اللي علينا، غنديروا كل ما في جهدنا ان شاء الله باش نجيبوا شي ثلاث نقاط اللي تخلينا ان شاء الله نكونوا متصدرين المجموعه ان شاء الله. وكيف ما كتعرف يعني فريق الرجاء البيضاوي كما كيعرف الجميع ديما يعني فريق كبير، وديما اي مباراه حنا كلاعبين كناخذوها كتكون عندنا مباراه ديال النهائيه. يعني ماشي حنا غادي نقولوا هذا الفريق ديال الكونغولي فريق اللي ساهل ومغمور ما عندوش تجربه، يعني كيف ما كيعرف الجميع اي فريق كيلعب مع حامل اللقب انه فريق الرجاء البيضاوي غادي يبغي يبين واحد المستوى كبير وغادي يبغي حتى هو ينتصر، ولكن حنايا كنكونوا محتاطين من هذا العامل. ان شاء الله كنتمنى نديروا كل ما في جهدنا باش نجيبوا الشيء لهذا النقاط.